السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. اليوم لدينا موضوع هام فيزيائيا، وهو عملية القياس. والقياس من مشاهداتنا يوميا أننا نحتاج إلى القياس في كثير من الأشياء، قياس الضغط، قياس الطول، حتى عندما نشتري الملابس يطلب منا قياس الثوب، عندما نشتري الأحذية يطلب منا قياس الحذاء. وبالتالي القياس في الفيزياء أو في حياتنا اليومية له دور أو حيز كبير. طيب، فما هو القياس؟ القياس عبارة عن مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية. ما هي الكمية المجهولة وما هي الكمية المعيارية؟ الكمية المجهولة هو الشيء المراد قياسه، والكمية المعيارية هي الوحدة التي نقيس بها. يعني مثلا لقياس وزن السكر، باستخدام الميزان ذو الكفتين، ما هي الكمية المجهولة؟ الكمية المجهولة هي وزن السكر. طيب، ما هي الكمية المعيارية؟ الكمية المعيارية هي الوزن التي نضعها في الكفة الأخرى من الميزان، اللي هي الكيلوغرام. في قياس الطول كمثال، ما هي الكمية المجهولة؟ الكمية المجهولة هو طول مثلا السبورة. طيب، ما هي الكمية المعيارية؟ الكمية المعيارية هي المتر الذي نستخدمه في عملية القياس، وهكذا. بالنسبة لعمليات القياس، حتى يحدث اتفاق عالمي أو تعميم النتائج على الناس، اتفقوا على وحدات. يعني بدلا من أن يكون في جهة تستخدم وحدة معينة وجهة أخرى تستخدم وحدة معينة، سواء في العلم أو في حياتنا العادية، يؤدي إلى إشكاليات كبيرة. فلاتفاق الناس على النتائج أجمعوا على أن يكون هنالك نظام محدد للوحدات، والنظام المتفق عليه عالميا يسمى النظام الدولي للوحدات، اختصارا SI، اللي هي System International Units. طيب، ما هو النظام الدولي؟ النظام الدولي هي عبارة عن مجموعة من الوحدات أو الكميات المتفق على وحداتها. يعني باختصار هو نظام يحتوي 7 كميات أساسية. هنالك اتفقوا على 7 كميات أساسية. 7 كميات الأساسية موجودة عندك في الجدول. أولا الكمية الأولى الطول، length، وحدة الكمية الأساسية أيضا تسمى الوحدة الأساسية، وحدة الطول المتر. ودائما نتعامل مع الرموز، رمزها M. الكمية الأساسية الثانية الكتلة، ماس، وحدتها كيلوغرام، رمزها KG، كابيتال K، G سمول. الكمية الأساسية الثالثة الزمن، تايم، سكند، الرمز S. اختصارا دائما ناخذ الحرف الاول تقريبا من اسم الوحده. درجه الحراره، كميه الاساسيه درجه الحراره، وحدتها تسمى الوحده الاساسيه اللي هي كلفن، ورمز الكلفن كي. الكميه الاساسيه الرابعه كميه الماده اللي هي amount of substance، وحدتها الاساسيه مول، رمزها MOL اختصارا.
الكمية أساسة التيار الكهربي electric current، وحدتها الأساسية أمبير، رمزها اختصارا A. الكمية السابعة شدة الإضاءة اللي هي luminous intensity، وحدتها كانديلا، وكانديلا طبعا معروف شمعة يعني، لكن هنا الشمعة اللي عندنا هنا غير الشمعة العادية، الشمعة اللي عندنا هنا شمعة عيارية لها مواصفات محددة، لها أبعاد محددة، مصنوعة حتى من مادة محددة متفق عليها عالميا، اللي هي شحم رأس الحوت، اختصارا رمزها CD. طيب نحن نعرف انه في الفيزياء عندنا وحدات كثيرة، طيب عندنا 7 وحدات هنا، لا هناك وحدات أخرى تسمى أو كميات أخرى تسمى الكميات المشتقة، الكميات المشتقة. أما الكميات الأساسية هي فقط هذه 7، والكميات المشتقة الأخرى اللي هي غير موجودة في الجدول أمامنا هي الكميات التي تشتق من الكميات الأساسية، هي الكميات التي تشتق من الكميات الأساسية. مثلا مثال سريع، السرعة، السرعة عبارة عن مسافة أو طول مقسوم على زمن، وبالتالي نستطيع اشتقاق وحدة السرعة من وحدة الطول ووحدة الزمن، اشتقاقها من وحدة الطول ووحدة الزمن. يعني مثلا الفي تساوي ديستنس أو مسافة على زمن، بالتالي نعوض عن وحدة المسافة متر، نعوض عن وحدة الزمن سكند، فتصبح وحدة السرعة متر على سكن، وهذه وحدة مشتقة لأن كميتها أصلا كمية مشتقة. فنرجع للكميات التي تشتق منها، وحدتها تشتق من الكميات الأساسية التي تشتق منها، وهنا نميز بين الكميات الأساسية ضروري جدا، وفي درس لاحق إن شاء الله سندرس التمييز بين الكميات الأساسية والمشتقة، وكيف نشتق الكمية الأساسية، وكيف نشتق وحدة الكمية الأساسية. أما الكميات الكميات المشتقة، الكميات الأساسية عندنا 7 هذه لا تنسوها، الطول مرة أخرى وحدته رمزها متر، الكتلة رمزها كي جي، الزمن وحدته ثانية ورمزها إس، درجة الحرارة كلفن، نرجع مرة أخرى الطول رمز متر، الكتلة رمزها كيلو جرام وحدتها رمز وحدتها، الزمن الكمية الأساسية رمز وحدة إيش السكن، درجة الحرارة رمز وحدتها الكلفن، كمية المادة رمز وحدتها مول، التيار الكهربي رمز وحدتها أمبير، شدة الإضاءة ورمز وحدتها سي دي اللي هي اختصارا لكانديلا. بالنسبة للوحدات اتفقنا على وحدات الكميات الأساسية 7، وقلنا مثلا وحدة المسافة حسب النظام الدولي نظام SI المتر، لكن واجهت الناس إشكالية، أحيانا نحتاج لقياس مسافات طويلة، يعني مثلا المسافة من الرياض المسافة من الرياض إلى جدة، هل يمكن قياس هذه المسافة بالمتر؟ طبعا لا، عملية معقدة، فاحتاج الإنسان إلى اشتقاق وحدات أكبر من المتر حتى تسهل عملية القياس. أيضا في حالة الأبعاد الصغيرة مثلا في حالة الزمن، يعني نحتاج أحيانا لقياس أزمان صغيرة جدا، هل يمكن نستخدم الساعة أو السكند؟ لا، هنا نحتاج لوحدات أصغر من السكند. أو حتى في الطول في أبعاد الذرة، هل يمكن قياس أبعاد الذرة بالمتر؟ لأنه إحنا عارفين أن الذرة لا ترى بالعين مجردة، ولهذا اشتقت وحدات أصغر كما اشتقت وحدات أكبر. الوحدات المكبرة من الوحدة الأساسية أو الوحدات اللي هي تمثل أجزاء من الوحدة الأساسية نسميها البادئات، نسميها إيش؟ البادئات.
طيب ما هي البادئة؟ طيب باختصارا البادئة هي مضاعفات الوحدة الأساسية أو أجزاء منها. هي مضاعفات أو أجزاء الوحدات الأساسية أو وحدات القياس بشكل عام إذا كان أساسية أو مشتقة. ونلاحظ عندنا جدول ملخص فيه كل البادئات، بس أنا أحب أقسم الجدول إلى ثلاث أجزاء لأن في علاقات تساعدك في عملية الحفظ. طيب أولا أسفل هذا الخط هي الوحدات المكبرة المضاعفات، نسميها المضاعفات. الكيلومتر في كم متر؟ ألف متر، يبقى الكيلومتر هو مضاعفات المتر. الأجزاء اللي هي دي الوحدات الأصغر، يعني المتر فيه ألف مليمتر، المليمتر إذن جزء من المتر. طيب الألف الوسط برضها أجزاء لكن فصلناها بشكل خاص لأن البادئات تحكمها قوة معينة، هي عشرة أس قوة معينة، وبالتالي عملية التقسيم لتسهيل الأمور. نبدأ بالمضاعفات. المضاعفات تبدأ بالكيلو متر، تبدأ بالكيلومتر، تبدأ بالكيلومتر، وللتحويل الكيلومتر إلى متر عندنا قوة محددة اللي هي نضرب في 10^3. للتحويل الوحدة الثانية المضاعفات اللي هي الميجا، الميجا نضرب في 10^6. الوحدة الثالثة جيجا، سواء جيجا متر اسمها بادئات لأنها توجد مع أي وحدة يا جماعة، ما نربط الكيلو مع المتر، لا، كيلو فولت، كيلو أوم، كيلو أمبير، كيلو، لهذا سميت بادئة. الجيجا 10^9 سواء جيجا متر، جيجا سكند، جيجا أمبير، جيجا أي وحدة نضرب في 10^9. التيرا الوحدة الأكبر، التيرا اللي هي 10^12. فيبقى البادئات لها قوة معينة نضرب فيها لتحويلها إلى الوحدة الأساسية. طيب في علاقة هنا في اللي أنا فصلت الجدول لثلاثة لأن في علاقات واضحة، 10^3 10^9 10^3 10^3 6 9 12 واضحة سهلة، ضيف 10^3 في كل حالة، احفظ الأولى واحفظ الأخيرة، احفظ الأولى واحفظ البادئات عندك بالترتيب، ضيف 10^3 على طول، 10^3 10^6 10^9 10^12 ماشي مع بعض. نفس العملية هنا بالنسبة للأجزاء، الأصغر وحدة طبعا الفيمتو، أكبر وحدة في الأجزاء في الجزء الأول اللي هي الملي، أيا كانت ملي أمبير ملي متر ملي فولت ملي، هنا نلاحظ أن الأس سالب لأنه دائما التحويل من أصغر إلى أكبر كل العمليات التحويل ضرب، لكن من أصغر لأكبر الأس يكون سالب، هنا لاحظ الأس موجب لأنه هنا بنحول من أكبر لأصغر. فالملي أول حاجة عندنا 10^3، المايكرو 10^6، النانو 10^9، البيكو 10^12، الفيمتو 10^15. أيضا هنا في علاقة واضحة وهي (3)-(6)-(9)-(12)-(15) دائما نضيف (3) للأس، فأحفظها بالترتيب، أحفظ الوحدات بالترتيب وأحفظ الرقم الأول وبعدها ضيف (3) في كل حالة. نجي للجزء المقتطع في الوسط، الجزء في الوسط اللي هو يشمل الديسيمتر والسنتيمتر، دي أجزاء شوية أكبر من الأجزاء الأولى. الديسيمتر نضرب في 10^1 لتحويله إلى المتر أو للوحدة الأساسية، السنتيمتر نضرب في 10^2 لتحويل إلى الوحدة
الأساسية. سريع مرة ثانية، البادئات هي مضاعفات أو أجزاء الوحدات الأساسية، قسمناها لثلاثة مضاعفات وأجزاء، والأجزاء نفسها قسمناها في أجزاء وفي أجزاء ثانية، الفرق بينهم في العلاقة الأسية أو القوة. المضاعفات الكيلومتر، الميجا، الجيجا، التيرا، 10^16، 10^16، 10^16، 12. الأجزاء، الجزء الأول اللي هو تبدأ بالملي، مايكرو، نانو، بيكو، فيمتو، 10^3، 10^16، 10^16، 12، 10^15، الدي سي 10^1، والسنتي 10^2. ننتقل لموضوع آخر في القياس، وهو عملية تحليل الوحدات. عملية تحليل الوحدات، ما المقصود بتحليل الوحدات؟ يمكن مفهوم جديد علينا شوي. هو 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 التعامل مع الوحدات باعتبارها كميات جبرية، يعني كأنها أعداد، متر كأنه عدد، كيلوغرام كأنه عدد، سكند كأنها عدد. مثال، واحد كيلوغرام يساوي 1000 جرام، هذه معادلة جبرية بين الوحدات، اللي هو 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام. هنا تعاملنا مع الكيلوغرام والجرام كأنها كميات جبرية، وهذه تمثل تحليل الوحدات. طيب، فيما نستخدم تحليل الوحدات؟ يستخدم تحليل فيما نستخدم عملية تحليل الوحدات، يستخدم تحليل الوحدات استخدامه نستخدم لغرضين. الغرض الأول لإيجاد معامل التحويل، لإيجاد معامل التحويل، ونستخدم معامل التحويل طبعا للتحويل من وحدة إلى أخرى. اثنين، التحقق من صحة القانون، يبقى هنالك غرضين أو غرضان من تحليل الوحدات. أول استخدامه في إيجاد معامل التحويل، ومعامل التحويل أصلاً بنستخدمه في يعني في التحويل من وحدة لأخرى. معامل التحويل نستخدمه في التحويل من وحدة لأخرى. الحاجة الثانية هو التحقق من صحة القانون. أنا كتبت قانون ما لأي مسألة ما، وعايز أتحقق من أن القانون صحيح. هنا استخدم تحليل الوحدات، وحيقابلنا مثال بعد شوية للاثنين، إيجاد معامل التحويل أو التحقق من صحة الوحدات. طيب، ما هو معامل التحويل؟ نحن قلنا واحد استخدم التحليل في إيجاد معامل التحويل. ما هو معامل التحويل؟ معامل التحويل هو معامل ضرب يساوي الواحد الصحيح، وحنطبق على الكلام هذا. ناخذ اولا مثال بسيط، حول 2/10 كيلوغرام الى جرام. حول 2/10 كيلوغرام الى جرام. اولا
نرجع لمعامل التحويل، نوجد دائما للتحويل، نرجع لمعامل التحويل. معامل التحويل هو المعادلة الجبرية التي تربط بين الاثنين، اللي هو 1 كيلو جرام يساوي 1000 جرام. طيب نبحث عن المراد التحويل منه. المراد التحويل من كيلوجرام إلى جرام. طيب يهمنا الكيلوجرام. المطلوب التحويل منه نتخلص منه في المعادلة الجبرية. يعني إيه؟ يعني نقسم على كيلوجرام، نتخلص من الكيلوجرام، نقسم على 1 كيلوجرام حتى يصبح 1، هنا على 1 كيلوجرام، كيلو جرام، هنا يصبح الناتج كم؟ 1. الناتج هنا يساوي كم؟ يساوي 1. الكمية التي تساوي 1 اسمها معامل التحويل أو معامل الضرب أو معامل التحويل. معامل الضرب أو معامل التحويل. معامل التحويل. خلاص المسألة انتهت. أول ما أوجدنا معامل التحويل نضرب 2 من 10 كيلو جرام ضرب معامل التحويل 1000 جرام تقسيم 1 كيلو جرام. يروح الكيلو جرام مع الكيلو جرام. 2 من 10 ضرب 1000 تساوي 200. المتبقي عندنا ايش هنا؟ جرام. احيانا يكون التحويل ليس مباشرا، مش من بادئة لوحدة اساسية. يمكن أن يكون التحويل من بادئة لبادئة. يعني المطلوب هنا تحويل ميجا هيرتز إلى كيلو هيرتز. أولا لازم تمر هذه العملية عبر الوحدة الأساسية. الوحدة الأساسية هنا ايش؟ الهيرتز. والهيرتز زي متر يعني. الميجا لتحويله إلى هيرتز لازم نضرب في كم؟ الميجا قلنا 10 أس كم؟ 10 أس سالب 6. والهيرتز إلى كيلو، لاحظ من أصغر إلى أكبر، قلنا الكيلو 10 أس 3. لتحويل الكيلو إلى هيرتز، كيلو هيرتز إلى هيرتز نضرب في 10 أس 3، لكن للتحويل عكس نضرب في كم؟ نغير إشارة الأس اللي هو 10 أس سالب 3. ثم نوجد الناتج عملية الضربين سالب سوري هنا موجب 6 لأن الميجا أكبر، الميجا أكبر موجب 6، موجب 6 وسالب 3 موجب 3. فتصبح العلاقة بين الوحدتين الميجا هيرتز نضرب في حتى يتحول إلى كيلو هيرتز نضرب في 10 أس 3. نتجت من وين؟ من 10 أس 3 مع 10 أس 6 و 10 أس 3 الناتج 10 أس 3. طيب إذن بعد كده الخطوة الثانية نوجد معامل التحويل. معامل التحويل نكتب المعادلة 1 ميجا هيرتز يساوي 10 أس 3 كيلو هيرتز. المطلوب التحويل منه كيلو هيرتز.
المطلوب التحويل منه كيلو هيرتز، نقسم نتخلص من الكيلو هيرتز، والكيلو هيرتز عندنا 10^3 فنقسم عليها كاملة 10^3 كيلو هيرتز. هنا 1/10^3 كيلو هيرتز، 10^3 هنا راحت مع بعض، تروح مع بعض، تساوي 1، تساوي 1. الكمية التي تساوي الواحد الصحيح حسب التعريف، حسب تعريف معامل التحويل، هو معامل ضرب يساوي الواحد الصحيح. إذن ده معامل التحويل، معامل التحويل. خلاص عرفنا معامل التحويل، نضرب بعد كده على طول، واللي هو يصبح عندنا الكمية كام؟ 750 كيلو هيرتز ضرب معامل التحويل اللي هو 1 ميجا هيرتز تقسيم 10^3 كيلو هيرتز. يروح الكيلو هيرتز مع كيلو هيرتز، الناتج يساوي 750 تقسيم 10^3 0.75، الوحدة ايش المتبقية؟ ميجا هيرتز.